تفضل. من السعودية. من السعودية السلام أنت؟ عليكم. وعليكم السلام، الله الله من السعودية. يا هلا بك. أقرأ يلا، عندك أقرأ دليل على أن القرآن كامل عند السنة، لا زيادة فيه ولا نقصان ولا نقص؟ نعم، عندي دليل. يلا حتى تطلع من التشيع ونخلص، تفضل. وياي القرآن الكريم، أو يلا أعتبر من القرآن الكريم ومن تسمعني. إيه أسمعك. اي لا، القرآن هو نفسه متهم، فلا تستدل من عنده، هو متهم، فأنت طينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، القرآن ما حد اتهمه أنه ناقص، وانت شلون القرآن كامل تثبت مكمل. شلون راح اضطر اعيد المثل المصري اللي خلى الدجاج الابيض يدقون ويلطمون. اخي، في مثل مصري يقول قالوا للحرامي احلف، قال الفرق. القرآن متهم، هو متهم انه حرامي. جيد جيد، والله فانت ما يصير تستدل من عنده على انه صحيح، هو متهم. انتقصت منه. لا لا، القرآن ما حد انتقص منه من اهل السنة. ما حد شنو؟ القرآن ما حد انتقص منه من اهل السنة. انتوا اللي قلتوا انه القرآن ناقص. ما حد انتقص منا من أهل السنة، مو احنا عرضنا روايات الصحاب والمقلقلين في صحيح البخاري ومسلم الذين قالوا أن هذا المصحف محرف. لا لا لا، ما في أي رواية تقول أن المصحف محرف. طيب جيد جيد، سمعنا للشيوخ من أهل أنا الآن مو مشكلة، يذكرون أن القرآن ناقص. صار مني عيوني. تفضل افتح جهاز عندك، ادخل على الجوجل حتى أطلع لك الروايات. ادخل على الجوجل معي لو سمحت. أبشر. ايوه، عطني رواية. اكتب تمام. ابن مسعود. ابن مسعود والذكر والأنثى. ابن مسعود ايش؟ والذكر والأنثى. الدروع السنية. أقرأ الرواية ولا؟ إي اقرأها. إي قدم أصحاب عبد الله على أبي بدر، تعرف موجود وخليكم يقرأ على قراءة عبد الله. قال كلنا ألا إياكم أحسن. فشاروا إلى علقمة. قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كذا. وهؤلاء يريدون أني أن أقرأ والله. أي وما خلق الذكر والأنثى. يا 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 شيخ أمير، يا هلا. أو يا أستاذ أمير، لأن في فرق يا شيخ أمير. أي إذا هذه مو رواية من النبي، هذا اثنين يتشاور على حاجة قرأت من النبي، فما هي نقص. ما قالوا إن القرآن نقص، قالوا إن القرآن أو في غلط لغوي بنطق الصحابي يصححون عليه، لأن القرآن في وقتها ما جمع جمعا كاملا ما جو... على عهد عمر بن الخطاب. شوف يا بعد قلبه أنت، شوف يا عيوني أنت، تروح لك فدوى حفصة. هذا ابن مسعود عنده مصحف، وعثمان عنده مصحف. عثمان جمع المصحف، حط فيه وما خلق الذكر والأنثى. ابن مسعود عنده مصحف، حط فيه والذكر والأنثى. مع من الحق، مع عثمان أم مع ابن مسعود؟ مع عثمان، لأن عثمان هو اللي جمع بعد، يعني هو مع عثمان. طيب شلون؟ طيب القرآن. طيب ما هو الدليل أن ما هو غلط؟ مو مشكلة. قابل أنا. ما هو الدليل على أن الحق مع عثمان؟ أنا عندي أدلة في كتب السنة تقول أن الحق مع ابن مسعود. أنت ما هو الدليل عندك أن الحق مع عثمان؟ تقول بما اطلع على مجمع أهل السنة أن المصحف اللي جمعه عثمان رضي الله عنه لعنة الله وكامل مكمل.
مجمع أهل السنة. كلام يا شيخ أمير، شنو مرة مجمع؟ احترم الكلام بيني وبينك. لا بس لا تترضى، أنت هم احترم مشاعره. جيد، أنت إذا ما تترضى أنا ما لعن، أحترم النقاش. جيد، خلينا بس نكمل. أنا راح أحترمها عشان لا تلعن قدامي. بس أي نعم، وقت. هو بدون تفضل. ترضي بدون لعن، هذا هي قمة الاحترام هذا. جيد، تمام. أنت أولا مجمع السنة ومجمع البيان والتبيان وهالكلاوات هذه وهالأشياء هذه، احنا جاي نستدل في ذلك الزمان، ما جاي نستدل الان. مجمع السنه الان اجمع السنه على ان هذا قران. في ذلك الزمان الحق مع من؟ مع عثمان ام مع ابن مسعود؟ عثمان ما معصوم، ابن مسعود ما معصوم. طيب خليني شويه اصعبها عليك، ما اسهلها. طيب نبيك، تفضل انا معك. نبيك قال خذ القران من ابن مسعود، وما قال خذ القران من عثمان. هاي شلون؟ نبينا قال خذ القرآن من ابن مسعود. اي هل ممكن اطلع هذه من جوجل برضو ولا؟ اي يلا ادخل على جوجل. مسكين انت متابعني جديد شكلك، بعدك ما تدري بالضيف. ارجوك ان شاء الله تعالى من تخلص الاتصال ادخل الى قناة المنتقم الى قوائم التشغيل، هنالك قائمة بعنوان تحريف القرآن عند السنة، شاهد جميع المقاطع اللي بيها. جيد، طيب. اكتب خذوا القرآن من أربعة. طيب يا شيخ أمير، أنا أعطيك جملة الهرجة اللي عندي، تمام؟ أنا قريتها وفعلا كلامك صحيح، أنا ماني كاذب، أنا قريتها موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم. إن شنو؟ حديث إن خذوا القرآن من أربعة. ها، من ابن جيد. ابن مسعود اولهم ابن مسعود. طيب جيد، ابن كعب. طيب تمام، لكن خلني اقول لك على حاجه. في فرق بين التحريف. لا لا تغير الموضوع، يا عيوني انت محترم، اذا تغير الموضوع ما عندي مشكله، بس اولا جاوبني الان، مع من الحق؟ مع الذي قال النبي خذوا القران منه ام مع عثمان؟ النبي صعب، اللي قالوا صعب، أكيد صعب، أكيد صعب. أكيد ما في غلط، لكن أكيد ما في غلط. تضحك على نفسك، على من تضحك؟ ما أضحك على نفسي، خلني طبعا على من نضحك؟ على أنت تقول أكيد ما في غلط. خلني على آخر بس. طيب يلا وبعد كده تفضل وقول لي كيف تقول مع من. تفضل يلا قول إن الحق مع من. تفضل. يعني هي أخوك كيف ابن مسعود ما هو يعني كيف ما هو معصوم من الغلط، تمام؟ مو مشكلة، بس عنده شهادة تقدير من قبل النبي. كمل. تمام، وعنده شهادة تقدير من قبل جيد. النبي. عثمان ما عنده شهادة تقدير بالقرآن. كمل. عنده تزكية من النبي إنه ناخذ القرآن منه. لكن لو منو؟ الخطأ البشري من واحد مو معصوم. دقيقة، عند من أن شهادة تقدير بنسخ القرآن من؟ عند تقصد عند ابن مسعود؟ إيه أشياء؟ طيب طيب إيه كمل. طيب 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 كمل، مو مشكلة. طيب طيب كمل. جيد، تمام. فأنت تقول ممكن يخطئ لأن هو ما معصوم، صح؟ هذا أنا وياك، صحيح. طيب طيب، ما الدليل جيد ما الدليل على أن عثمان اكتشف أن ابن مسعود أخطأ وعثمان ما عنده خبرة ومعرفة بالقرآن ولا عنده شهادة تقدير من النبي؟ الدليل هو أخوك زي اللي يحصل في المحكمة. احنا درسنا في سيرة عثمان وجنبه للقرآن إنه قاعد مع أكثر الصحابة حفظا للقرآن وسجله. هذا كذب. لا، إذا أنت قلت لي كذب الحين أنا أقول لك إيش الدليل إنه هو كذب. يقول لي منتظر أني أسمعها حتى أبين لك دولتك كلها تكذب عليك، كلها بمشايخها وكتبها. لا، قول لي إيش الدليل. الدليل في صحيح البخاري، عثمان ياب ثلاثة. ياب شوف، ركز لي على الكلمة. ياب ثلاثة مو حفاظ للقرآن ولا ينقلون القرآن، لا، ياب ثلاثة ينسخون، يعني يعرفون يكتبون ويقرون. ياب مصحف حفصة، قال انسخوا ونشروا بالقوة. فأنت الآن تكذب تقول جمع الحفاظ كلهم، لا، جاب مصحف حفصة لأنها بنت العزيزة.
قال مصحف حفصة هو الوحيد الذي ينسخ. الرواية إيش في صحيح دليلك البخاري، إنه جاب مصحف حفصة هاي في صحيح البخاري يا عيوني أنت يا قلب عزيزي، أو جاب ثلاثة صحابة، هل لك دليل في الكلام هذا؟ إي في صحيح البخاري، دش اكتب 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 دش اكتب اكتب صحيح البخاري. والله ورانا شيء اليوم، شلون راح يشيب راسك اليوم؟ اي ادري ادري، اكتب صحيح البخاري، صحيح البخاري اكتب ان عثمان ارسل الى حفصه ان ارسلي الينا الصحف. صحف او اي ننسخها في المصحف. اقرا لنا الروايه بصوت عالي، اريد الناس كلها تسمعها. سلام. في حديث عثمان رضي الله عنه في كتاب المصاحف، عزمت على من عنده شيء من القرآن فجعل الرجال يأتيه باللوح والكتب والعشب، والسؤال هو لماذا طلب عثمان رضي الله عنه هذا في الكلام المكتوب أغراب النص هذا الرقاع لينسخ المصحف؟ لو سمحت تقرأ الرواية، مو تقرأ يا عزيزي، مو تقرأ السوالف، السوالف ما تخلص. أنا أبي لا أنت اقرأ، أنا أرشدك إلى رواية. يا أستاذي يا جناب الرائد الفضاء العظيم، أنا أرسلتك إلى رواية، أنت تقرأ كلام خريط مواقع. المواقع يكذبون لعبة ولعبة بدينكم يا عيوني. أنت تقرأ الرواية الآن، اقرأها يلا تشجع. اقرأ يلا. أن حذيفة غلق الخط، هو متصل مباشر حتى ما نقدر نرجع نتصل. والله عيب، والله هذا الأسلوب ما أحبه، والله لا. والله هذا الأسلوب ما يعجبني. مو مشكلة، اكفر بدينك، اكفر حيل حيل، اريدها كفرة قوية، تسب ربك، تسب كتبك، تسب البخاري، ربك الخريط طوله 60 ذراع، كلتا يديه يمين، يقفز بالسماوات، مسوي لنا ازعاجات، يركض ويا عمر بن الخطاب. سب سب كتبك، سب عائشة، سب حفصة، سب الصحابة، من رضوا عنه، من رضوا عنه تحت طرويزه، من اتبعهم بإحسان، وسرحان وقمعة وحمدان، كلها سبها. سب طلع القهر اللي بقلبك، طلع هاي الصدمة، صدمة سنين سنين. ويقول لكم أن القرآن كامل ولا تحريف، سنين أن عثمان جمع الحفاظ وكل واحد لبسه حفاظة وقال له يلا قول شنو عندك. كذب كذب، كذبون عليك، فالصدمة تكون قوية، صدمة تكون قوية. عموما أرجو منك أنه أنت تتصل مرة ثانية إذا اكتشفت حقيقة، أو لعلك تثبت لأن القرآن صحيح عندكم حتى أطلع من التفكير.